أهلا ومرحبا بكم إلى ترتيب هدافي دوري روشن عقب نهاية الجولة الثانية عشرة. المركز الثاني عشر يحتله لاعب النصر السنغالي ساديو ماني برصيد 6 أهداف. المركز الحادي عشر يحتله برازيلي الهلال مالكوم أوليفيرا ب6 أهداف. مهاجم الفيحة الزامبي فاشون ساكالا يحتل المركز العاشر في قائمة هدافي الدوري برصيد 6 أهداف. مهاجم الأهلي الوطني فراس البريكان في المركز التاسع ب6 أهداف، وكان قد صنع غيرها 3. لاعب الفتح الإسباني كريستيان تيلو يحتل المركز الثامن برصيد 6 أهداف، وكان قد صنع هدفا واحدا. هداف نادي ضمك الكاميروني جورج نكودو في المركز السابع وبرصيده 6 أهداف، وكان قد صنع هدفين. إلى المركز السادس وفيه يحل مهاجم الاتفاق الفرنسي موسى ديمبيلي ب7 أهداف في رصيده مع صناعته لهدف واحد. المركز الخامس يشغله المغربي مراد باتنا مهاجم الفتح برصيد 7 أهداف، وكان قد صنع لفريقه 6 أهداف. مهاجم الهلال الوطني سالم الدوسري يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي دوري روشن برصيد 7 أهداف، وكان قد صنع هدفا لفريقه. الثالث في الترتيب هو لاعب الوسط المهاجم في نادي النصر البرازيلي تاليسكا برصيد 8 أهداف، وكان قد صنع هدفين. المركز الثاني يحتله مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش برصيد 9 أهداف، وكان قد صنع هدفين آخرين. المركز الأول في قائمة هدافي دوري روشن انفرد به مهاجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو ب12 هدفا، وكان قد صنع لفريقه 7 أهداف. اترك تعليقك أسفل الفيديو.